كانت هي نب حتى قادك فيها خوش إذا هن جمعية بيئية، ليه معهم سلاح؟ ليه ملتمين؟ ليه آلياتهم بلا نمر؟ آلياتهم ما عليها لوحات سيارات، السيارات ما عليها لوحات. ليه ملتمين؟ ليه تيابهم عسكرية؟ ليه معهم سلاح؟ ليه مش عم يزرعوا؟ ليه عم يقطعوا؟ نحن كجمعية بيئية بتعمل لكل هالمواطنين وغير مسيسين. نحن كجمعية نشتغل ضمن كل الأراضي اللبنانية ولسنا ذراع لأحد. هذا جبل الجرمق من تاني ميل هلا بدي لك عليه. وفي ضيعة مقابلنا هون عين قبل. هيدي يارون وهذا أحمر هي الحدود هونيك وهذا غريب في مركز الجيش اللبناني. لا للطوارئ. مركز الجيش اللبناني ليك وين صار؟ قطمون، هي اللي مقابلنا دغري. هي التل اللي اسمها قطمون. بالتنسيق مع الجيش اللبناني يجي عسكري من الجيش اللبناني يقول لنا يا جماعه هالناس هودي نحن موافقين على انه يكونوا هون، بنأدي له التحيه وبنقول نحن بحمايه الجيش اللبناني، وغير الجيش اللبناني ما بيقبل حدا يحمينا. هي ستار ستار يعني لا حزب الله كل ما يكون له النقاط. نحن ما عندنا مشكله مع حزب الله بس يكون برات حدودنا وبرات اراضينا. بالنسبة للاعتداء رماش طلع هيدا الاعتداء إعلامي والغاية منه إعلامية فقط. بالعكس تواصلنا مع رئيس البلدية ومع المعنيين بالضيعة فكله كان واقف معنا ومشجع على حماية الثروة الحرجية لأنه الاعتداءات على الثروة الحرجية ما نحاول نوقفها. Monitoring activities throughout the south of Lebanon, and as I said, our concern if we see activities that are contrary to Resolution 1701. So far, we haven't seen any activities has happened in relation to this organization that has been going against Resolution 1701.